هذا الوصف. البلايا يحملنا المنايا. كن أول واحد. يقول سيدنا علي يوم بدر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نلوذ بظهر رسول الله يوم بدر. يقاتل يقاتل يقاتل، ومع هذا الغريب أنه يقاتل وما قتل إنسانا بيده صلى الله عليه وسلم. ويذهب عنكم رجز الشيطان، حتى لا الشيطان ما له طريق عليكم. دام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في نص الوحي قال لها أهبلتي، ايش بك انت نار ايش؟ قال لها أهبلتي أهي جنة واحدة؟ إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. إذا قلنا إنه ايش؟ إنه خلاص عند بعد 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 أن خلاص تشاوروا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة أمام في بدر، فقال جاء الحباب بن المنذر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا المنزل منزل من أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال بل الرأي. قال يا رسول الله أرى أنه هذا المنزل في منزل أفضل منه. فأرى، وهذا شوف سبحان الله تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله للآراء ومشاركته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، إلى قال إني أعرف بئرا بئرا وكذا، نهدم الآبار فنشرب ولا يشرب، خطة عسكرية كانت. المهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على طبعا العدوة الدنيا والعدوة القصوى في كلام فيها، لكن في قول عند ابن إسحاق أنها عدوة وادي يليل اللي هو هذا الوادي اللي قدامنا، فإن هذا مكان العريش هو العدوة، هو العدوة الدنيا والعدوة القصوى في منطقة اسمها شو اسمها الدخول اللي هي في عدوة الوادي هذا نفسه. العدوة ايش تعني عدوة؟ كلمة عدوة اللي هي طرف الوادي، طرف ايش؟ طرف الوادي. خلاص جاءوا تلك الليلة وعسكروا في هذا المكان، المشركين دحين في العدوة القصوى. فتلك الليلة المشركين أصابهم شيء من الخوف والهلع والاختلاف وتشتيت الشمل لا يعلمه إلا الله، وصار فيه خلاف كبير بينهم. المسلمين سبحان الله شكل آخر تماما. الله وصف ليلهم، طبعا سيدنا علي يقول كلنا نمنا ذيك الليلة، الله يقول إيش؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يا سلام يا سلام، هذا النوم نوم 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 نزل. بكرة عندهم معركة وحرب وقاتل ومقتول وجيش أكبر منهم، فنزل عليهم النعاس فناموا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء إيش؟ ماء ليطهركم به. وتعرفوا من قوة النوم والاستغراق في النوم أصابتهم الجنابة. يعني هذا مرة استغرقوا في النوم، فقام الشيطان يوسوس لهم أنكم كيف وجاتكم، فأنزل الله عليهم المطر ليذهب إيش؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، حتى لا الشيطان ما له طريق عليكم. سبحان الله العظيم، يقول العلماء هنا إن الغسل يضعف كيد الشيطان، النظافة والطهارة دائما الروائح الطيبة دائما إيش؟ تبعد الشياطين. فباتوا تلك الليلة بهذه الأجواء الجميلة وهذه السكينة والنوم والنشاط، واستيقظوا مبكرين في غاية النشاط. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، خطبهم خطبة، وعدهم بالنصر وكذا، وفيها كثير معاني من التوحيد الجميل. يعني ما شاء الله كانت خطبة في غاية الروعة صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد. بعد ذلك عاد إيش؟ صف الصفوف وبدأت المعركة. بدأت قريش جاءوا، المفروض يجوا كذا، ما جاءوا من هذا الطريق، جاءوا انصبوا من فوق الوادي. ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم إن قريش قد أتت بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني المسلمين اللي معه فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يقول العلماء كل عبادة عبدت لله بعد أهل بدر في صحائف أهل بدر. إيش الدليل؟ هذا الحديث، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. خلاص الآن حننزل بالكثير إن شاء الله، ما نوصلها إلى 7 دقائق، نشرح أهم الأحداث التي حصلت. صلوا على الحبيب. خلاص قلنا إذن في الليل كان إيش؟ كان ليل المسلمين بالسكينة والهدوء، بينما هؤلاء كان ليلهم خلاف وكذا. الصباح النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش، وعادة الجيوش تكون مخمسة،
خطط التكتيك الجيشي، الجيش من أسمائه الخميس صح؟ يجر بحر خميس، ليش الخميس سمي؟ لأنه خمس، ميمنة ميسرة، مقدمة قلب، مؤخرة مثل الطائر، كذا الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هذا التكتيك لأنه العدد اللي معاه قليل، راح لمهم مع بعض. تمام؟ لما الجيش كامل مع بعض خلاهم كتلة واحدة، خلى أصحاب التروس أمام والرماة خلفهم. يوم أحد عنده جبل الرماة، هنا ما في جبل الرماة، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من أصحاب الإيش؟ من أصحاب التروس. قريش، قريش تبغى تشوف هؤلاء من؟ الله طبعا سوى شيء غريب جدا في أعين المسلمين وأعين المشركين. صاروا المشركين يشوفوا قريش قليل، والمسلمين والمسلمين يرون إذ يريكهم الله في منامك قليل. كل واحد صار كل واحد يشوف الثاني قليل. هذولي عشان يشجعهم، وهذولي عشان أعوذ بالله يستدرجهم. يستدرجهم الله يخليهم يخشوا عشان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذه الفكرة كانت. ف اللهم صل وسلم، عمير بن وهب كان يسمى شيطان العرب. أرسلته قريش قالت له روح شوف عدد الجيش. راح ضرب بخيله، راح كذا ورجع، وهذا زي السكانر معاه، بس كذا مسحهم طلع لك الرقم. قال لهم القوم 300 يزيدون وينقصون، هم 314. بعدين قال بس استنوا خلينا نشوف هل عندهم مدد ولا لا. فراح ضرب في الأودية وراح يمين يبغى يشوف في مدد ولا لا، فما شاف أحد. رجع لقريش قال لهم القوم 300 ما معهم مدد ولا شيء، ولكن اسمعوا الوصف الخطير هذا، ولكن رأيت البلايا يحملن المنايا. أنا شفت شيء ترى قليل، لكن فيهم شيء من هذا الوصف، البلايا يحملن المنايا. نواضح يثرب، ها اللي هي جمال، نواضح يثرب يحملن الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، يتلمضون عليكم تلمض الأفاعي. زي الأفاعي كذا. وأرى أنكم لا تقتلون منهم شخص إلا قتل منكم شخص، وما طيب الحياة يومئذ إذا قتل منكم 300. يعني هذا معنى كلامه. طبعا أبو جهل كان معاند، أبو جهل أعوذ بالله، نسأل الله العافية، يعني كان جاي لحتفه، نسأل الله العافية. هل بس الإقامة تنتهي؟ المهم قام إيش؟ قام بدأت المعركة بمبارزة المعروفة، المبارزة بين سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد، وقتلوهم، قتلوهم اللي هم المسلمين، قتلوا المشركين. بعد ذلك إيش؟ اندلع القتال، وصار القتال، وصارت في أحداث كثيرة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العريش ومرة بين في الجيش، يعني جمع بين، وهذا هو المفروض المؤمن يسويه، جمع بين إيش؟ بين قمة الأخذ بالأسباب وقمة الاتصال برب الأسباب سبحانه وتعالى. فالابتهال الابتهال الابتهال شوية يرجع يكون أول واحد. يقول سيدنا علي يوم بدر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نلوذ بظهر رسول الله يوم بدر. هو أقرب واحد للعدو، يقاتل يقاتل يقاتل، ومع هذا الغريب أنه يقاتل وما قتل إنسانا بيده صلى الله عليه وسلم. الرحمة حاضرة في القتال، عجيب هذه كيف تجي لي هو في وسط القتال، لأنه يعلم أنه من قتله نبي كان من شرار الخلق. فالمهم صار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى رجع إلى العريش، والابتهال والابتهال والدعاء. شوية اللي إيش؟ شوية الملائكة مقبلين، هم طبعا جايين الملائكة من السماء، لكن جايين شاهدوهم الصحابة من الشعب اللي خلف الجبل، هذا جبل الملائكة، داخلين الملائكة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خارج من العريش، وأبو بكر كان حارسه رضي الله عنه. أبو بكر ثانية اثنين في الغار، ثانية اثنين في العريش، ثانية اثنين في معاه في قبره. أبو بكر عجيب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فخرج قال يا أبا بكر يا أبا بكر الله أكبر، هذا جبريل على ثناياه النقع، وصل وصل المدد، معتجرا بعمامة صفراء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا إيش؟ من عند الله. نزل الملائكة، لما نزل الملائكة الله أوحى إلى الملائكة وحي، قال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيش؟ معكم. هنا العلماء يتكلموا إيش اللطيفة في معكم، جبريل لحاله يكفي. جبريل أرسل الله لقوم لوط قرى سدوم، رفع لك سبع قرى،
رفعها بطرف جناحه ثم صاح فيها ثم قلبها، جعلنا عاليها سافلها ثم أهواها، والمؤتفكة أهوى فغشاها بالحجاب، فغشاها ما غشها، فبأي آلاء؟ جبريل وحده يكفي، جبريل معه 1000 ملك ومعه أمامه شويتين بشر، يقول له الله أني معكم. إيش اللطيفة؟ قالوا ثقة الملائكة بمعية الله أشد من ثقتهم بقوتهم. وهكذا المؤمن المفروض يصير لا يثق لا بعلمه ولا بأسلوبه ولا بشهاداته ولا بماله ولا بواسطات، ما تثق إلا بالله. ابذل أفضل الأسباب لكن ثقتك فقط بالله، لأن النتائج من النهاية يحكمها إرادة الله سبحانه وتعالى. خلاص نزل الملائكة، أوحى الله إليهم أني معكم. إيش تسووا؟ ثبتوا الذين آمنوا، هاي وظيفتهم تثبيت المؤمنين. وساعات يجيك تثبيت، سبحان الله، ترى الملائكة حاضرين معنا، حاضرين. الإنسان الواحد معه معقبات، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فيه لهم وظائف كثيرة. المهم فثبتوا الذين آمنوا، ماذا سيفعل الله؟ اسمعوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لا إله إلا الله، جندي عند الله، قذيفة قذفها الله عز وجل في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان الأصبع. كانوا يقول نعرف قتلانا من قتل الملائكة، قتل الملائكة مضروبين مقطوعي الأصابع وبس. وبدأ الملائكة يقتلون، وقتل المشركون، وبدأ قتل أبو جهل، قتله معاذ ومعوذ، صارت أحداث كثيرة. جاء سراقة ابن، جاء عكاشة بن محصن انكسر سيفه، فجاء بجذل من حطب فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم فهزه فعاد سيفا. وسلمة ابن وقش أيضا نفس الحكاية، عرجون من عراجين ابن طاب فهزه فعاد سيفا. صارت أشياء كثيرة في القضية. كيف انتهت المعركة؟ حسمت المعركة التي حسمها هو النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حسمها؟ جعل الله عز وجل قوة في رميته. نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال له ناولني حفنة من تراب، من التراب. راح سيدنا علي وأخذ إيش؟ التراب. خلينا نطبق هذه شوية، كويس، يلا ما في غبار هنا. فأخذ سيدنا علي تراب بدر ووضعها في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام. قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، يعني تخيلوا يا جماعة الخير، ترى هذا هو الذي حسم المعركة. الدليل شو هو؟ قول لا، ما هو بس هذه، قول شو اسمه هو حكيم بن حزام، كان مع المشركين، يقول لا زلنا في المعركة نقاتل حتى أخذ رسول حفنة فرماها فامتلأت عيوننا بإيش؟ بالتراب، فصرنا نجري في أودية. يقول حتى بهذا اللفظ يقول فانهزمنا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وقال اللهم زلزلهم وقذف الرعب في قلوبهم ورماها في وجوههم وحسمت المعركة. ولذلك الله أشار إليه في القرآن، قال إيش؟ وما رميت إذ رميت ولا لا إله إلا الله ولكن الله رمى. والرمية هذه حسمت المعركة. فيقول حكيم صرنا نجري في أودية بدر، ما احنا عارفين فين نروح. جعل الله فيها معجزة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يجرون في أودية بدر. يقول وبدأ الصحابة يأسرون ويأخذون منهم ويقتلون فيهم حتى انتهت المعركة. كانت معركة بدر ومدتها كلها بدر، هذه اللي انقلب العالم فيها. الأندلس ترى من ثمار بدر، وقفتنا احنا ذحين من نتائج بدر. هذه كلها كانت ترى من الصبحية إلى الظهرية، إلى زي هذا الوقت، من الشروق إلى الزوال. هذه كانت كل غزوة بدر في هذا. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم أقام بعرصة بدر، وهذه كانت دائما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من معركة، يعني يمكث في عرصتها 3 أيام. فمكث في عرصتها 3 أيام، وطبعا رمي، أعوذ بالله، المشركين هؤلاء أصحاب القليب. في البخاري قال وأتبع أصحاب القليب لعنة، أعوذ بالله، مثل ما قوم من ذكرت عنهم في القرآن، وأتبع أصحاب هذا، قال وأتبع أصحاب القليب لعنة، أعوذ بالله، وقف عليهم وعنفهم. وبعد ذلك خلاص يعني انتهت المعركة بانتصار المسلمين وقيام هذه الدولة المباركة، دولة النبي عليه الصلاة والسلام، التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها. علي ابن عبد عمرو قال ابن الشمالين سمي لأنه كان يضرب بيديه الاثنين. طيب مهجع بن صالح هذا مولى عمر بن الخطاب، عاقل بن البكير كان اسمه مهجع من المهاجرين، أول من قتل، وحارث أول من الأنصار. وعاقل بن البكير كان اسمه غافل، وهو أول من بايع في دار الأرطم
وايضا استشهد في بدر. عبيد بن الحارث هو احد المبارزين الثلاث. طيب سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر من الاوس، هؤلاء سعد بن خيثمة من اهل قباء لكنه ما هو من بني عمرو بن عوف، هم الاثنين من اهل قباء، مبشر من بني عمرو بن عوف وسعد من بني السلم. السلم هؤلاء كانوا يسكنون في مع بني عمرو بن عوف، تمام. سعد بن خيثمة اقترع مع ابيه فخرج سهمه هو، كان ابوه قال له يا ابني تكفى، قال له خليني امشي واجلس انت مع النساء. قال له والله يا ابتي لو كانت غير الجنه لاثرت، لكن هذه الجنه موضوع شويه كبير. فخرج سبحان الله العظيم واستشهد، قتله طعيمة بن عدي واستشهد، واستشهد بعد ذلك ابوه اللي هو خيثمة في بيت مبشر بن عبد المنذر، حارثة بن سراق. هذا عندنا وقت حارث، هذا قصته في صحيح البخاري. ايش قصة هذا الرجل المبارك؟ هو طبعا شاب وكان في النظارة، يقول بهكذا في البخاري. فجاءه سهم الغرب، يعني سهم ما يعرف من ضربه، خلاص. المهم جاءت امه اسمها ربيع بنت النضر، اخت من؟ اخت انس بن النضر اللي كان قبل شوي ابو حمزة يقول قصة في رحلته. عمت من؟ انس بن مالك. هذه من سيدات الانصار رضي الله عن الانصار والانصاري. الانصار هذو رضي الله عنهم خلاص قوم. يقول الشاعر، عندنا شاعر في الحي عندنا، يقول شهدت قريش انها ما جربت في الحرب مثل سواعد الانصار. قوم اذا غضب النبي تطايروا حمر العيون كانهم من نار، كانهم شهب من نار، بس لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الانصار، رضي الله عن الأنصار. فقامت الربيع ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت يا رسول الله ابني سراقة قتل فيه، هل هو في الجنة أم في غيرها؟ إن كان في الجنة فسأصبر، وإن كان في غيرها فليرن الله ما سأصنع. من البكاء والعويل والولولة قام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بنص الرواية، قال لها أهبلتي؟ ايش بك انت؟ نار ايش؟ قال لها اهبلتي؟ اهي جنة واحدة؟ انما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. الله اصاب الفردوس الاعلى رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب بعدين رافع بن المعلى ايضا من خزر عمير بن الحمام، بن الحمام ترى هي ضبطها بضم الحاء، عمير بن الحمام، ها؟ هذا من بني حرام، هذا عاد حارتنا، خليني تسخر عليكم شوي. هذا من حارتنا ترى فعلا، نفس شعب بني حرام، حارة العمالي. هذا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو صاحب التمرات الذي رمى التمرات عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما بينكم وبين الجنه. الجنه يا جماعه، الجنه ما هي فيلا مدري كم ولا فندق مدري، الجنه خلود الابد السرمدي، حياه لا يعني لا تموتوا، تشبوا فلا تهرموا، تصحوا فلا تسقموا، تنعموا فلا تبعثوا. بيوتها لبنة من ذهب، لبنة من فضة، بلاطها النسك، حشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ، الحصباء اللي يدعسوا عليها اللؤلؤ والياقوت. من يدخلها ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. المهم فقال والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. شو اللي قاعد ياكل هو تمرات؟ شو هو سمع الكلام؟ شو ياكل التمرات في الجنة؟ كان على كذا والله انها لحياة طويلة لان بقيت حتى اكل هذه التمرات. فرمى هذه التمرات ودخل في العدو فرزقه الله الشهادة. يزيد بن الحارث، هذا من بني الحارث ابن الخزرج، معوذ ابن الحارث، عوف بن الحارث. شوف حنلاقي أربعة من الصحابة اسمهم الحارث الحارثة، ترى ما هم أخوان، آخر واحد اثنين هم اللي أخوان، اللي هم أبناء عفراء، اللي هم عوف بن الحارث هذا ابن عفراء، معوذ بن الحارث ابن عفراء، وعندهم أخوهم الثاني معاذ، هذاك الذي شارك في قتل أبي جهل هو ومعوذ، لكنه ذاك ما استشهد فيه. عوف بن الحارث طبعا، وما أدراك ما عوف بن الحارث، هذا كان من الستة اللي مروا علينا في بيعة العقبة، قبل البيعات، قبل البيعات اول لقاء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هو احدهم. هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يفرح الرب، ايش الشيء اللي يفرح الله عز وجل به؟
قال أن يغمس يده في العدو حاسرا ما هو مدرع، فنزع دروعه وحسر وانغمس في العدو فرزقه الله الشهادة. طبعا شوفوا الله عز وجل نهانا في القرآن بنص واضح أننا لا نقول عنهم أموات. هذه ترى اللي في آية البقرة ابن عباس يقول هذه نزلت في شهداء بدر حددها، ولا تقولوا حق آل عمران ولا تحسبن هنا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.